مزيد من النشاطات المحلية في هذا التقرير. في الذكرى الأولى لكارثة مبنى فسوح وبدعوة من مؤسسة بشير الجميل وفي حضور النائب نديم الجميل، أزيحت الستارة عن اللوحة التذكارية التي وضعت في مكان المبنى المنهار. أهالي المنطقة وسكان البناية وذوو الضحايا وعدد من فعاليات الأشرفية أضاءوا الشموع ورفعت الصلوات على نية الضحايا. الجميل أكد أن أبناء الأشرفية برهنوا عن تضامنهم مع سكان المبنى، وقال مستمرون في متابعة قضية السكان والمصابين. وفي المكان عينه نظم تلامذة مدرسة زهرة الأحسان وأساتذتها مسيرة صلاة على نية تلميذة المدرسة أنماري عبد الكريم التي قضت ضحية انهيار مبنى فسوح. نفذ أبناء النبطية اعتصاما عند جادة الرئيس نبيه بر احتجاجا على انقطاع المياه والكهرباء عن معظم أحياء المدينة منذ ما يقارب الأسبوع بسبب العاصفة، وقام المعتصمون بقطع طريق الجادة التي تربط النبطية بقرى حصبية ومرجعيون. اشتكى عدد من مستوردي السيارات إلى مرفأ سور من التدابير التي تقوم بها السلطات المختصة في المرفأ تطبيقا لقانون السير الجديد الذي يفرض معاينة السيارات في مكان ركنها عند رصيف الميناء، إذ بينت المعاينات أن عددا من السيارات غير صالح للسير، وأشار المستوردون إلى أن سياراتهم جرت معاينتها في دول المنشأ الأوروبية، لافتين إلى أن هياكل بعضها طالها الصدأ هناك.